أيقظت المشاعر وصوته لامس القلوب. كان للفن ولاؤه، فلم يقتصر فقط على تلحين أغانيه، بل امتد عطاؤه للعديد من المطربين. لقب بسيد الشجن وملك الفلكلور فوزي محسون، الذي مر من هنا وبقيت سيرته نابضة في ذاكرة الفن ومحبيه. ولد فوزي محسون في هذا المبنى في جدة التاريخية في حارة الشام. هنا نشأ وتربى في البيت هذا، بداية الفن من هنا. يعني هنا كانوا في الحارة هو وزملائهم، هنا أتعلم الفن. يعني أنا سألت كم مرة كيف أتعلم، لين واحد أكد لي من زملائه وقال لي لا، كنا نحن نتعلم على الراديو، ويجلسوا هم مع بعض، فما في أحد علم. قال لي لا، كنا نتعلم مع الراديو. هو اختار الكمان والوالد اختار العود، والوالد كان عم صالح جلال كمان الله يغفر له سامحه، قال لي يا ولدي كان أبوك وإحنا في المدرسة كان يعزف على الناي وعلى هو في المدرسة في الابتدائي. طبعا هو درس هنا في المنطقة هذه، هنا الحارة، إحنا بنيجي نقول فوزي محسون نقول البلد، فهنا أتشبع. فلما أتولد فيها وأتشبع فيها فطلع ألحانه وطلعت أغاني. هنا فوزي محسون حيث درس في مدرسة الفلاح العريقة التي بقيت قائمة لتخرج أجيالا عديدة في المجتمع، والتي تعتبر من أقدم مدارس جدة، حيث أسست في عام 1905. الأستاذ فوزي محسون درس في المدرسة في الرشيدية في الابتدائية، أخذ الابتدائية في الرشيدية كانت عنده مسجد الباشا، فبعدين انتقل لمدرسة الفلاح في المتوسط والثانوية، وكان يمتاز عن زملائه بذكاء، وكلهم يشهدون بذكاء ما شاء الله تبارك الله، وكان عنده يحب القراءة ويحب قراءة الأدب والشعر، فكذا نما عنده الإحساس الفني وكثرة قراءته للشعر. يا نايم الليل الطويل والدنيا من حولك سهر، ما همك الصب العليل اللي دموعك المطر. لما نتجوز انتقلنا للكندرة، بنوا بيت شبيه بدا، بس كان نفس الشيء، رواشين وحجر وكل شيء في الكندرة. هناك أنا اتولدت، يعني أنا ولادة الكندرة، تمام. هناك البيت لما سووا له فيه مقعد كبير، المقعد هذا أنا بتكلم عن نفسي، شفت أغلب أهل الفن ذاك الوقت، يعني شفت فيه طلال، شفت فيه محمد، شفت فيه محمد الموجي، شفت فيه محمد السراج، عبادي، كلهم شفتهم في البيت هذا، الشعراء، الأمير بدر وعبد المحسن، الوالد اللي أعرفه أنه أول من لحن له، تمام. فكان من البيت هذاك. نرجع وهناك كان صالون كبير، صالون فني، السهر فيه كل يوم تقريبا أو يوم في الإجازة للصبح، ومن هناك انطلقت أغلب الألحان اللي انتشرت للناس. مرة خيالي في السهر قال لي الحنين، قال لي الحنين وانت في منامك. بعد هناك طبعا طبيعة الحياة، البيت صغير، نقلنا للشرفية، نقلنا فيه تقريبا عام 73، تمام، وعاش فيه لين توفى الله. هناك انطلقت المرحلة الثانية من الألحان حقته، إنها هي لو تيجي تاخده الحياة حقته مراحل. في البدايات كان الخجل ما يحب يطلع، بعدين جاءت مرحلة الكندرة لا، والإذاعة التلفزيون، والإذاعة والتلفزيون، مسرح الإذاعة، مسرح التلفزيون، بعد كده المكان الشرفية لا، تيجي الألحان اللي هي الخاصة اللي هي فيها مختلفة كثير منها. مر من هنا فوزي محسون كموظف عام 1956 حتى تقاعد عام 1987. هنا كان مقر عمل الوالد، الوالد كان عمله لاسلكي، كان يشتغل على اللاسلكي، فهنا كان مقر عمله، تمام، ومقر عمل أبوه برضه، جدي الله يغفر له ويسامحه، إنه كان هو كان مدير لاسلكي جدة، بعدين صار مدير لاسلكي الرياض، ومخابر خاص للملك عبد العزيز الله يغفر له ويسامحه،
طبعا هم يعتبروا أول بعثة راحوا لندن، درسوا في لندن هناك عام 1337 حاجة زي كده يعني، فراح هناك درس هذا جدي، لكن الوالد هنا كان مقر عام. مين كان يشتغل معاه في ذاك الوقت؟ كان يشتغل معاه لطفي زيني اللي هو زميله، فهو ولطفي زملاء وهنا كانوا يشتغلوا. تمام. بعد كده نزل طلال من الطائف. طبعا انت جيت تتكلم كلها مبنيين جنب بعض، سواء البريد او البرق، فكانوا مبنيين، ومن هنا بدأت المعرفة بطلال. طبعا الوالد هو اللي عرف لطفي بطلال لانه هو زميل، وبدأوا قبل ما ينزل طلال من الطائف، خلينا نرجع، لانه كان يغنوا، كانوا لطفي كان يكتب، فكان الوالد يلحن ويغني للطفي، فمن هنا هنا البداية كانت. بس هنا مقر عمله، بعدين نقل من هنا، لما نقلوا راحوا النزلة، بعدين نقل البغدادية، بعدين اتقاعد، وبعد تقاعده بستة شهور توفى الله. من بعد مزح ولعب وروح وفكر، نقطة من سيل ألحانه التي تغنى بها طلال مداح، إضافة إلى تلحينه العتاب ومحمد عبده وعلي عبد الكريم وغيرهم من الفنانين. بعد مزح ولعبه صار حبك صحيح، وأصبحت بورم عيون ومسيت قلبي طريح. ما في مطرب إلا غنى الفوز محسن، هذا ما يدل عليه، يدل على بصمته وعلى قوة ألحانه الجميلة. من أحلى الأشياء اللي عملها على مستوى المملكة والعالم العربي هو اللي ركب الآهات على الموسيقى، هذه أول ناحية. الناحية الثانية عنده حاجة يمكن ما يعرفوها كثير من الناس، ثقافته العالية في الفن، يعني كان هو أكبر يعني واحد أو أكثر واحد يعمل معاه مقابلة فنية، هو عنده ثقافة عالية، وكان يشتغل في البريد ودي أعطته ثقافة أعلى. من ضمن الشهادات الفنية لفوزي محسوم محمد الموجي قال له يا أستاذنا أو يا أستاذ أم كلثوم نفس الطريقة، طلباته طلب بالاسم إنه لازم تقابله. توفي عام 1988 في مدينة جدة في بيته في حي الشرفية خلال نومه، لتودع الساحة الفنية معلماً شهد على إبداعه العديد من الفنانين والملحنين. شعل السعد، MBC جدة.